اطلع معاك بره شويه، هل حاسس انه في حاله من الزعل الغضب المكتوم عند محمد صلاح حمله موجوده عليه الفتره الاخيره؟ انا ما بحبش اتكلم في السياسه، وانا مطلق السياسه بقالي سنوات طويله جدا وابعد عنها تماما، لكنه في حاله من يعني تشعر كده، بحس انه صلاح مش مبسوط، ما حسيناش بيه امبارح في المباراه، برضه حاله عدم انبساط، وده مأثر على اداء صلاح ولا ده منطقي وطبيعي للمباريات المتتاليه في الدوري الانجليزي؟ تقريبا اكتر فريق بيلعب مباريات وبتطلع من برايتون تروح على الارسنال، من الارسنال تروح على مان سيتي، من مان سيتي تروح على وست هام، ماتشات من العيار الثقيل، وقبلها توتنهام، ماتشات تقيله جدا. يعني بص يا كابتن، هي فيها شقين، شق نفسي وشق بدني، اللي هو الجزء اللي احنا بنتكلم فيه، او مش عايز اقوله بدني، عايز اقول فروق في ايه؟ دوري انجليزي والماتشات اللي هنا عندنا. صحيح. في الدوري نوعيه اللعيبه والخامات اللي بتلعب معاك هنا غير اللعيبه هناك. نعم. الشغل التكتيك هناك غير هنا. صح. دي فروق كبيره جدا، وحاله نفسيه، وعندك بقى حاله نفسيه ممكن تاثر عليك بشكل كبير، الضغط اللي موجود. ولكن انا وجهه نظري ان صلاح معدي الليفل ده من بدري. خلاص احنا عدينا. بقى متفاهم ان ده موجود، متفاهم ان دي لازم تبقى ده جزء من شخصيتك اللي انت كونتها. او اسمك اللي انت كونته، لازم المردود في اي حاجه موقف بتعمله لازم يبقى ليه صدى قوي. الحاجه الثانيه، موضوع ان هو بيدخل انا بشوف دايما او معظم المباريات صلاح في المنتخب مش افضل حاجه زي الدوري الانجليزي، او الناس كلها بتقول كده. نعم. بس لازم نقول ليه. أيوة. يعني ليه؟ دي مرتبطه بنوعيه اللعيبه اللي معاك، مرتبطه بنوعيه الملاعب، مرتبطه بالجو، مرتبطه بالاجواء نفسها. الاجواء هنا عكس هنا تماما يا كابتن، تماما. لا ملاعب ولا نوعيه لعيبه ولا طريقه لعب يا كابتن. الباص نفسه اللي هو بصيل صلاح، هو ليفربول دايما بيلعب على الهجمات المرتده. أيوة. فالباص دايما هتلاقيه قدام صلاح، قدام. عمرك ما هتلاقي الباص في ظهره. أيوة. عمرك ما هتلاقي الباص وهو واقف. نعم. تلاقي دايما الباص فين؟ في الحركه. بالحركه احنا. نعم. الباص دايما يبقى فين؟ هتلاقي معظم الدوري. نعم. عندنا هتلاقي الباص مش قدام اللعيب دايما، اللي لعيب صرخ يا رضا انا بتفرج. قول له يا ابني اديها له قدام بس يا ابني، مش ده هو لازم في رجله، ما تديها له قدامه عشان احنا فتلاقيه مديها له ورا خطوه، او ما تديها له قدامه. ويعني نعم. في وقت سام الارض طبعا. نعم. الناس بتبقى فاهمه ان الكوره شغل تكتيك هو ده الصعوبه. لا، الباص هو الصعوبه. الباص يعني، او عندنا في مصر هنا الباص فيه بخلق مساحه. طبعا النهارده لو انا بحط الباص في اتجاهك وانت بتجري. نعم. معنى كده ان سرعتك 100% فبتوصل اسرع، وده فعلا اللي بيشتغل عليه دايما في ليفربول، وده اللي مخلي صلاح متفوق جدا ما شاء طبعًا. الله طبعا، لان يعني لو صلاح بيجري في اتجاه. نعم. وانا حطيت بطن رجلي غير لما احط وشي الخارجي. مظبوط. الاثنين مختلفين. نعم. فرق ايه؟ فرق ثانيتين. الثانيتين دول خلاص هما الجول. بالظبط كده. نعم. ما انا عايز اقول هي تركيبه، قطع اثنين ثلاثه انا رايح اجيب جول. نعم. ولا واحده اثنين وواحده ترجع في الظهر فبضطر ارجع اخدها بظهري، ده بيعطل كتير.